بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دين أما بعد، مع الشراقة هذا الصباح سعدت أن ألتقي بأبي المقدام. أبو المقدام، ما العمل الذي تقوم به هذا الصباح؟ اليوم إن شاء الله أول شيء قبل كل شيء سعيدين بلقائك من أول يوم هذا جزاك الله الصباح، خيرا، أكثر سعادة، بارك وإن الله شاء فيك. الله اليوم نستكمل معكم تخطيط المسار الذي بدأناه قبل يومين، نعم. وعسى إن شاء الله أن نتوفق في رسم مسار سهل وفي نفس الوقت ممتع. جميل. بارك الله. اها، يعني ما ابرز الصعوبات اللي تواجهونها في تخطيط المسارات الجبلية؟ أبرز الصعوبات هو التضاريس الطبيعية اللي تواجهنا، يعني دائما نعم. التضاريس الطبيعية تكون غير مهيئة، بحيث أنك أنت تقوم بمسار سالك من أول، يعني من أقل جهد. نعم. في بعض الأماكن مثل ما تشاهد يعني تحتاج إلى جهد كبير، صخور كبيرة، جميل. عوائق طبيعية من ناحية إشراق وهذه الأمور. بماذا يتميز المسار الجبلي برأيك؟ يتميز المسار الجبلي طبعا عن غيره من المسارات بأنه فيه قوة، فيه نعم. شدة، فيه متعة، ممتاز. فيه قصر للمسافة ولكنه استفادة كبيرة. جزاك أيوة الله، الله يوفقكم آمين وأعانكم آمين، على إنجاح هذا العمل الرائع، شكرا وفقكم الله الله. جميعا.